صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 92 باب الميت يسمع خفق النعال. الميت عندما وضعتموه في قبره، هؤلاء الذين شيعوه نعالهم تخفق، هذا الميت يسمع خفق النعال. هذا مو الكافي، هذا صحيح البخاري أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله تعالى. الميت يسمع خفق النعال، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمع خطابنا. هذا معقول؟ ويذكر هنالك رواية، وفي ضمن هذه الرواية حتى أنه يعني الميت يسمع قرع نعاله. الميت يسمع والنبي لا يسمع.